طابت أوقاتكم. بداية النشرة مع العناوين. ملف نتائج الحربية يتقدم إيجابية تلف الوساطة. جديد أزمة الكهرباء، هل حلت المشكلة؟ شرف الدين يعتكف عن حضور الجلسات الوزارية. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر الموقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وعبر حساباتنا على إكس، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. أزمة تلو الأخرى تعصف بنا، بعضها مستجد وبعضها الآخر قديم، وقصته تصلح في أن تشبه بقصة إبريق الزيت. أزمة نتائج الحربية، أزمة الكهرباء، أزمة الفراغ، أزمة ملف النزوح، أزمة الأوضاع جنوبا وغيرها الكثير. غير أن المشهد هذا الصيف ورغم كل الأزمات الآنفة يبدو لافتا بالمنتشرين الذين أتوا رغم كل شيء لتمضية عطلتهم في الربوع اللبنانية، والذين يملأ ضجيجهم الجميل كل بقعة من لبنان. لذا هنا ينقل زوار مرجعية رفيعة في الدولة قولها أن بعض المسؤولين المعنيين لا يستحقون شعب لبنان وعظمته المقيم والمنتشر. البداية من جديد، أزمة نتائج الحربية بين قائد الجيش ووزير الدفاع، فهل تقدمت وساطة وزير الثقافة أو قدمت إيجابية على هذا الصعيد؟ بعدما كلف من قبل مجلس الوزراء لتقريب وجهات النظر بين وزير الدفاع وقائد الجيش حيال ملف الكلية الحربية، تحرك وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال في الساعات الماضية ملتقيا الجهتين. معلومات الأو تي في تشير إلى أن وزير الدفاع موريس سليم الذي كان رفض التوقيع على نتائج الكلية الحربية بسبب العيب الكبير الذي شابه لناحية فتح المباراة ونتائجها، ينطلق في مقاربته من حرصه على المؤسسة العسكرية، مشددا على أن الحل يكمن بالسماح بفتح دورة ثانية تتيح إدخال 55 ضابطا إضافيا إلى الضباط 118 الذين اجتازوا الاختبارات سابقا، تطبيقا لقرار الحكومة السابق الذي يتيح إدخال 173 ضابطا من جهة، ولتشريع الدورة ككل من جهة ثانية، استدراكا لأي طعن قد يقدم من أي متضرر، علما أن الأجواء تشير إلى تعامل وزير الدفاع بإيجابية مع الوساطة المطروحة. في المقابل، اكتفت مصادر معنية قريبة من العماد جوزيف عون بالتشديد على أن الأجواء إيجابية، رافضة الإفصاح عن المزيد بانتظار اكتمال الصورة على حد تعبيرها. هذه الأجواء الإيجابية التي يتحدث عنها الجميع حتى الآن أكدتها مصادر وزير الثقافة للأو تي في كاشفة عن وجود تقدم في هذا الملف، وفيما رفضت المصادر نفسها الإفصاح عن طبيعة الصيغة التسوية التي يتم العمل عليها، خصوصا أنها غير نهائية بعد، توقعت وصول الملف إلى خواتيمه في وقت قريب. وسط شد الحبال هذا، كان لافتا ما ورد في صحيفة الأخبار في عددها الصادر اليوم حول لجوء قائد الجيش للتضييق على وزير الدفاع بشتى الوسائل، وآخرها حرمانه من حصة الوزارة من البنزين بخفضها من 14,000 لتر شهريا إلى 5,000 لتر، ومن دون تسليم الكمية دفعة واحدة بل بالتنقيط بحجة الأزمة المالية ودائما كما ورد في الصحيفة، وهو ما دفع وزير الدفاع إلى الاكتفاء بالتنقل بسيارتين فقط، في حين أن ضباطا آخرين غير معينين في مراكز أساسية يتنقلون بمواكب سيارات تابعة للجيش وعلى نفقته. ولدى سؤال بعض المتابعين حول هذا الأمر اكتفوا بالقول هي ليست المرة الأولى. على خط أزمة الكهرباء، أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض أنه بعد سلسلة من الاتصالات تلقى اتصالا من مدير عام شركة سومو وزارة النفط العراقية، أخبره فيه عن موافقة رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني أعطاء الإذن بتحميل باخرة الفيول تضامنا مع لبنان وشعبه، ما سيمكن من إفراغ شاحنتي الغاز أويل في معامل الزهراني ودير عمار. وشكر فياض العراق الشقيق حكومة وشعبا لتحمله تبعات تأخير وتقصير
تقصير الإدارات اللبنانية في سداد المبالغ المتراكمة، مقدرا أنه الدولة الوحيدة التي تدعم اليوم قطاع الكهرباء في لبنان بهذا الشكل. وإزاء حملة الافتراءات، تمنى الوزير فياض على القوى والشخصيات السياسية والإعلامية الذين يريدون متابعة الموضوع مراجعة الوزارة للاطلاع على المعطيات الدقيقة. وأكد أنه إذا لم تعالج مشكلة تأمين الغطاء القانوني لتأمين تمويل شحنات الفيول العراقي جذريا من الجهة اللبنانية، فسنعود للمشكلة نفسها في الأيام والأشهر المقبلة. كما تمنى على النواب بود ومحبة القيام بواجبهم التشريعي وإصدار القانون الذي حول من الحكومة منذ كانون الثاني 2023، أي منذ أكثر من سنة ونصف، حتى يتمكن مصرف لبنان من تحويل ثمن النفط العراقي الموجود أساسا في حسابات المالية العامة في مصرف لبنان إلى حساب العراق في مصرف لبنان كما تنص الاتفاقية. إلى ذلك، وخلال افتتاح مصنع تجميع وإنتاج الأجهزة الإلكترونية في الجامعة اللبنانية الفنار، توجه رئيس حكومة تصريف العمل نجيب ميقاتي بالشكر إلى رئيس الوزراء العراقي الذي أوعز باستمرار تزويد لبنان بالفيول العراقي. أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين اعتكافه عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء بسبب تلكؤ الحكومة في تنفيذ القرارات التي اتخذتها لجهة تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف النازحين السوريين مع الحكومة السورية، بالإضافة إلى عرقلة تسيير قوافل العودة الطوعية وسحب هذا الملف منه بحجة تشكيل لجنة وزارية لم تبصر النور بعد. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الوزير شرف الدين. معاليك، يعطيك العافية. اي اهلا وسهلا. بداية، هذه ليست المرة الأولى اللي تعلن فيها الاعتكاف، كنت اعتكفت سابقا وعدت إلى جلسات مجلس الوزراء، هذه المرة ما أهمية هذا الاعتكاف؟ هل تلقفه رئيس حكومة تصريف الأعمال؟ هل صار في اتصالات مع حضرتك من بعد هذا الموقف؟ ما بعرف إذا عم تسمعيني؟ نعم، عم بسمعك معاليك، عم تسمعني؟ ايه، صار هناك في وضوح إنه في تباطؤ وإهمال بعملية المعالجة للملف النزوح السوري. نحن بنعرف من شهرين ونص كان في توصيات صدرت عن مجلس النيابة بالإجماع بأن يصير في تكليف من مجلس الوزراء للجنة وزارية تطلع على سوريا تحكي بملف عودة النازحين، بملف المساجين، ملف خدمة الإعلام، ملف مكتومي القائد، وملفات أخرى مثل النقل والترانزيت وغيره وغيره. صار في وعد من رئيس الحكومة أنه بيتشكل لجنة. على ضوء ذلك أنا رضيت بسحب تكليفي من موضوع القوافل على قاعدة أنه بده يصير في لجنة. لا انحطت على جدول الأعمال ولا انطرحت بثاني لقاء ولا بثالث لقاء، وبالتالي واضح أنه ما بدهم يشكلوا لجنة. مين اللي ما بده؟ من تتهم بعرقلة هذا الملف؟ نعم طبعا في عرقلة، واضح انه لما ما بدهم يشكلوا لجنة وبدهم يعملوا حصار على وزارة المهجرين بالنسبة للقوافل وتسيير القوافل، عم بيمشوا قوافل خجولة. اليوم في سافرة 350 360 شخص، بالوقت اللي نحن مقدمين كوزارة المهجرين 4200 اسم. واضح انه العمل عم بيكون في عرقله، ووزير الداخليه ما عم بيتعاون بموضوع الاستمارات يلي بتغني عن استمارة عن الداتا تبع ديوان الاختيار، وما عم بيخلينا نعمل ورش عمل مع رؤساء البلديات اللي هو دورهم اساسي وكل العبء عليهم بده يكون. نعم معليك، تكوين داتا كثير شغله سهله. في عندك مليونين ونص نازح بمعدل 10 للعائلة، يعني 250 ألف عائلة. نعم. إذا بتوزعيهم على 1100 بلدية، يعني كل بلدية بدها تعمل 230 استمارة فقط، تجمعي كل المعلومات منين جاي من أي ضيعة، وين ساكن، بخيمة ولا ببيت، شو بيشتغل، حرفي ولا لاجئ سياسي ولا الهارب من الحرب، كل المعلومات بهي الداتا بتنجمع باربع ايام لو في نيه للعمل. معاليك، وحكيت عن عدم وجود نيه وعرقله متعمده بهذا الملف، وتحدثت أكيد عن وزير الداخليه، وزير الداخليه اكيد مش فاتح على حسابه بالحكومه، ماذا عن الرئيس ميقاتي؟ وزير الداخلية عنده طموح يعمل رئيس وزراء، بده يرضي الغرب، بده يرضي أمريكا وغيره. نعم.
وزير الحكومة عنده مصالح بالاستثمارات بالخارج، ويبدو أنه في إملاءات وفي ضغط عليه. إذا بيحرك ملف الناسخين بغير توجهات أمريكا والاتحاد الأوروبي بده يصير تلحقه عقوبات ماجنيتسكي مثل غيره. هون عم نحكي عن الرئيس نجيب ميقاتي طبعاً. ما أنا وضحت الرئيس ميقاتي ونائب الرئيس اللي المفروض كان هو يترأس الوفد، ما عنده نية يترأس الوفد محل أبو حبيب، ولا بده يتشكل لجنة. من هالمنطلق كان شروطي بتفعلوا لي قوافل العودة، نحن عم نتعب، نحن عم نتعب من جيبتنا على فكرة. واضح. في عندي طالب اعتماد مليارين ليرة، شو هن؟ صار له 3 أشهر بيروحوا على الأمانة العامة، على مجلس الوزراء، على وزير المالية. بتمشوا لي القوافل بشكل محترم وبتعطوا صلاحيات للأمن العام عم يعمل واجبه منيح، والأمن الوطني السوري عم يعمل واجبه منيح. وبتمشوا اللجنة بتاخذوا قرار بتشكيل لجنة، وبدي أشوفهم على جدول الأعمال. ما في جدول أعمال، ما في بنزع على جدول أعمال، أنا رح أنزل. ومنزل فعلا منزل آخر مرة واللي قبلها. تواصلوا معك يعني مكتب الرئيس ميقاتي، حدا من المعنيين سأل؟ تواصل معي الأمين العام وعاتبني إنه حاطين موضوع تكليفك من خارج جدول أعمال. ليه بده يكون من خارج جدول أعمال؟ هل نحن وزارة ناقصة؟ نحن 8 عدد؟ بدي أحطه على جدول الأعمال، هيدا حقي الشرعي، وبدي أطلع على سوريا وراسي مرفوع، ما راح أطلع إلا بتكليف. غير أن الوزراء ما بده يحملوا واجب وما بده يطلعوا، معلش أنا عم طالب بأحالتنا كلنا كوزراء معنيين بلجنة عودة الناسحين إلى المحاكمة، إحالتنا إلى المحاكمة بمجلس الرؤساء. نعم. محكمة الرؤساء والوزراء، المجلس الأعلى. معليك بس اللي عم بتقوله كتير خطير، عم تتهم بالمباشر رئيس حكومة تصريف الأعمال وبعض الوزراء والمعنيين أنه هن عن قصد عم بيعرقلوا هيدا الملف لأنه عندهم ارتباطات خارجية. يعني من الآخر عم نقول للشعب اللبناني أنه ملف النزوح السوري سيبقى عبء اقتصادي واجتماعي وعلى كل المستويات على هذا الشعب اللبناني. وليس هناك أي أمل بهذه الحكومة، نحن عم نضغط طيفهم اللي جاي أنه يعني في معايير بده يلتزم فيها، موضوع النازحين، موضوع الإيداعات، موضوع ضريبة التضامن الاجتماعي، موضوع الإصلاحات، موضوع إعادة الإدارات العامة إلى عملها المتوازن، وأنت شفتي الطوابع. نعم. وشفتي الدوائر العقارية، وشفتي النافعة، وشفتي الميكانيك، وشفتي 100 شغلة. الخلل مقصود واضح. شو اللي معقول يردك اليوم الى الطاوله الحكوميه؟ ادراج، فقط ادراج هذا البند على جدول الاعمال، صحيح؟ لا، انا طالب بندين وفي علي ضغط اني اجي وطالب. طيب ما بطالب، مش بطالب، ما صار لنا 2 ونص عم نطالب. يعني خلص باقي على اعتكافك. هلا جمعه تجي اذا تواصل معي الامين العام وادرجهم على جدول الاعمال، بكون لكل حادث حديث، ما بدي اتسرع. أنا لا أقاطع، أنا أحط مطالب وطنية. نعم. إذا عندك رأي آخر بليز وضحي لي. لا بالعكس، نحن بهمنا نسمع رأيك معاليك. شكرا كثير لك وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، شكرا لك على هذه المداخلة. على صعيد آخر، طرح نواب المعارضة كان حضر في لقاء جمع وفدا من نوابها مع وفد آخر من التيار الوطني الحر في وقت تكثر الأسئلة حول مصير دور اللجنة الخماسية في المرحلة المقبلة. غريس مخايل والتفاصيل. أفاد مصدر دبلوماسي عربي مشارك في اجتماعات الخماسية الأو تي في بأن ما رشح من معلومات حول أن حركها سيدخل في نوع من البريك في شهر تموز بعد المشاورات الأخيرة فيه شيء من الصح. وأقال المصدر: نحن بتنا شبه مقتنعين بأن الخيار الرئاسي الثالث يتقدم على غيره من الخيارات، وأن المشاورات الأخيرة لم تفض مع الأفرقاء إلى نتيجة ملموسة لناحية التجاوب، لأنه يبدو أنهم غير مستعدين في اللحظة الراهنة للتلاقي في منتصف الطريق، لأن الأوضاع الإقليمية داهمة أكثر. وردا على السؤال حول ما إذا كان هذا الكلام يعني أن الشغور الرئاسي سيطول، قال المصدر للأو تي في: لا يمكن أن يعرف في أي لحظة تتحلحل الأمور، لكن يبدو أن الأمور في الملف الرئاسي لا تزال معقدة حتى الساعة. هذا وكانت معلومات كشفت أن عدم تجاوب النواب مع مسعى الخماسية سيدفع معظم سفرائها للسفر إلى بلادهم لتمضية إجازتهم الصيفية بانتظار التوصل إلى وقف للنار على جبهتي غزة والجنوب، يكون حافزا لهم لمعاودة نشاطهم في أوائل آب.
إلى ذلك لفت مصدر رفيع في حزب الله للأو تي في إلى أن سفراء الخماسية يعكسون ما تهتم به بلادهم، وبالتالي إن الملف الرئاسي ليس ضمن أولويات الدول الفاعلة لبنانيا، لأن الأولوية اليوم لوقف إطلاق النار. المصدر قال إن هذا الأمر كان يجب أن يكون حافزا للبنانيين كي يجلسوا معا ويتحاوروا، لكن يبدو أن أهمية الحوار لا يلقى الأصداء المطلوبة لدى البعض. المصدر تابع بالإشارة إلى أن ما يحكى عن تاريخ حلحلة من هنا أو توقيت من هناك كلام غير صحيح، وكلها اختراعات تضخ في الإعلام لكن لا أساس لها، وفي هذه المرحلة يمكن القول إن الملف الرئاسي في ركاد. وفي الختام أكد المصدر أن المعلومات القائلة بأن الموفد الأمريكي أموس هوكسين قد أعد حلا لمرحلة ما بعد الحرب في الجنوب، وهو يقضي بأن ينسحب الجانبان من الحدود، المقاومة من جانبها والعدو من جانبه، أمر غير صحيح وغير مقبول. واسمعوا ما قاله السيد نصر الله، تعرفون ذلك، ختم المصدر. في هذا الوقت وغدا طرح مبادرتهم، عقد نواب كتلة المعارضة سلسلة لقاءات مع عدد من الكتل النيابية، بدأت مع وفد من كتلة اللقاء الديمقراطي ونواب كتلة الاعتدال الوطني ولبنان الجديد، وبعدها التقوا وفدا من تكتل لبنان القوي، حيث أكد مصدر نيابي مشارك في الاجتماع أن نواب التيار أكدوا لنواب المعارضة أنهم مع المبادرة في حال كانت هناك طاقة لتنفيذها والوصول إلى تسهيل انتخاب رئيس، لكن ما نراه أنه من الضروري الموازنة بين الشكليات وبين أهمية انتخاب رئيس، بخاصة أن مفتاح المجلس بيد رئيسه، لذلك لا يمكننا البقاء على حال المراوحة والرفض. وأكد المصدر أنه كان هناك تفهما، إنما النائب غسان حصباني أصر على فكرة عدم تكريس أعراف جديدة، فكان جواب نواب لبنان القوي أننا بمجرد الخروج عن النص الدستوري أي مبادرة تكون نوعا من العرف، لأننا لا نكون ملتزمين بالدستور، لذلك المهم ألا نكرس أعرافا جديدة ولكن مع أن نجد الحلول. ثم التقى نواب المعارضة عددا من النواب المستقلين، وهم إبراهيم منيمني، ملحم خلف، فراس حمدان، وميشيل ظاهر. المزيد من الأخبار بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيين وست طائرات مسيرة من طراز شاهد في هجوم على أوكرانيا في الساعة الأولى من صباح اليوم. وأفادت سلطات منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا بأن شخصا أصيب في الهجوم الصاروخي على المنطقة، لافتة إلى أن الدفاعات أسقطت كل الطائرات المسيرة الست التي أطلقتها روسيا فوق أربع مناطق أوكرانية. طالبت بكين حلف شمال الأطلسي بالتوقف عن التحريض على المواجهة، وذلك ردا على إبداء قادة الدول الأعضاء في الناتو قلقهم العميق حيال العلاقات الصينية الروسية الوثيقة، واتهامهم الصين بتقديم مساعدة حيوية لروسيا في الحرب الأوكرانية. واتهم المتحدث باسم الخارجية الصينية حلف الناتو بالتحيز والتشويه والاستفزاز، وحث المتحدث الصيني الناتو على التفكير في الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية وفي سلوكه. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة. للمزيد تابعونا عبر الموقع otv.com.lb وعبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.